انا اعتراضي على الطريقه التقليديه في النشر انها طريقه فاشله، ثبت فشلها 100 مره، ومع ذلك الناس بتحاول انها تطلع اول انتاجها او كتبها بالطريقه الفاشله دي، وفي الاخر بنقول الناس مش عارفه تقرا، الناس مبطلت تقرا، الكتاب ما بيوصلش للناس، ما بيوصلش بسبب ان هو كمنتج بيتم تسويقه غلط. دار النشر بتاخد من الكاتب الجديد فلوس كتيره قوي، وفي الاخر ما بتسوقلوش كتابه، ما بتعملش دورها كدار النشر. دار النشر انها بتعمل مراجعه ادبيه، مراجعه لغويه، بتعمل تسويق، شغل ميديا، سوشيال ميديا، شغل ماركتنج، مبيعات، سيلز اكتيفيتيز، في شغل كتير قوي المفروض يتعمل عشان الكتاب ده يبقى منتج، وفي الاخر المنتج ده يتباع يوصل للناس المستهدفين. احنا بقى في المبادره بتاعتنا قررنا ان احنا مع الكاتب الجديد ان انت عندك محتوى، بدل ما تروح لدار النشر وتدفع فلوس كتير قوي زي اللي عملوه اللي قبليك واللي قبل اللي قبليك، وفي الاخر ما بيوزعوش كتبهم، احنا قلنا طيب انت هتيجي هنساعدك في موضوع الطباعه، هنقدم لك خدمات كمراجعه ادبيه، مراجعه لغويه مجانا، ما ناخدش فلوس منه خالص، لدعم المواهب الادبيه في مصر. فعملنا مبادره نور مصري دي، ان هو يجي ويورينا المحتوى بتاعه، ولو احنا شايفينه كويس وقلنا له راينا فيه وفي الاخر وصلنا محتوى قابل فعلا قيم وقابل للتسويق فعلا، بنبتدي ان احنا نساعده في الطباعه، بنطبعها بطريقه بيبقى هو التعامل بينه وبين المطبعه، فبالتالي ما يدفعش كتير قوي، ده يعني ما يدفعش مبلغ كبير في الطباعه، وفي الاخر بنوصل للكتاب مطبوع بغلاف فيه ابداع بشكل تنسيق محترم بجوده عاليه جدا، وبعدين بنبتدي التسويق بقى. مرحله التسويق دي بنعمل صفحه على الفيسبوك زي ما عملنا في الثلاث اصدارات بتوعنا، والصفحه دي بنوصل للناس بسهوله، بنقدر نبيع كميه كبيره قوي. احنا ابتدينا في سبتمبر، لحد دلوقتي بعنا 600 نسخه من خلال اصدارين بس، ولسه الاصدار الثالث اللي حفل التوقيع بتاعه النهارده. فبالتالي بنقدر نوصل للناس، بنوصل لهم الكتاب، بنعمل ديليفري، بنوصل الكتاب لحد البيت، بنعمل ان احنا ديزاين للصفحه بامكانيات السوشيال ميديا والماركتنج والاي ماركتنج، ان احنا بنعمل تريلر للكتاب، بنعمل نخلي المؤلف يعمل فيديو بيتكلم فيه عن الكتاب، بنعمل كوتس بديزاين معين عن الكتاب، بنقدر نعمل وسائل ابهار كتير قوي، وسائل جذب للناس بعيد بقى عن الحملات اللي هي بالدولارات وكده، ده بنعمله بس في اضيق الحدود. بس في الاخر الناس بتلاقي محتوى مبهر ومشوق، بتسأل عنه، بتعرف عنه معلومات كافية، بتسأل الكاتب، بتشوف فيديو عنه، بتشوف تريلر، بتشوف حاجات كتيرة قوي، وفي الآخر المنتج بيعجبها فبتطلبه فبيوصلها لحد البيت. مفيش أسهل من كده. حضرتك بسؤال، هل هذه الطريقة اللي حضرتك ابتكرتها فعالة في بيع النسخ؟ فعالة جدا. احنا ابتدينا في أول تجربة في كتاب وما الدنيا إلا ريشة وأنثى، ده كتاب أنا اللي مألفه، حبيت أجرب الكونسيبت ده في نفسي. فبالتالي المفهوم ده لما جربناه ابتدينا نزلنا، عملنا الصفحة بالأسلوب المبهر اللي احنا عملناه، اتكلمنا عن الكتاب، الناس فهمت يعني ايه ان الكتاب عباره عن لوحه وطالع منها قصه قصيره، لقت محتوى جديد، تفاعلت معاه، طلبت الكتاب، لقينا ان احنا في خلال اسبوعين بعنا 180 نسخه، حاليا احنا واصلين ان احنا بايعين 450 نسخه من عن طريق التواصل المباشر وعن طريق البيع والشير، والناس تسمع عن الكتاب وتقول لبعضها وتطلب الكتاب يجي لحد عندها، فطلع فعال. ده شجع تجربه تانية، كاتبه اسمها غدا بدر عملت كتاب اسمه وجوه حقيقيه، بطريقه الحكي والحواديت بتحكي عن مواقف انسانيه واجتماعيه وعاطفيه، مشاكل كلنا بنمر بيها ومواقف كلنا مرينا بيها، تحكيها باسلوب مشوق جدا وبعمق قوي جدا وباسلوب مبسط. كتبت عملت الكتاب بتاعها وعملناه حطيناه، بعنا لحد دلوقتي 150 نسخه.